بس خلينا بقى نستغل برضو وجودك معانا النهاردة. احنا يعني هنتكلم ان جنرال، عايزين نرجع بالذاكرة ومشاركة الاهلي وايه برضو التواريخ اللي حضرتك والاجوال اللي مش هننساها ونفكر الناس بيها ونفتكرها. هو ان جنرال زي ما حضرتك قلتي ممكن ناخد في 3 4 دقايق الاهلي مع الفرق الكبيرة عموما، الفرق الاوروبية او الكبيرة. يعني مثلا نقدر نقول اول حاجة الاهلي سنة 29 كان اول خروج للاهلي يلعب في اوروبا 1929، وكان زار حوالي 4-5 دول، وكان ممكن يكمل لستة هولندا وغيرها لكن ما كملتش الزيارات. كانت مباراه وديه تمام، ولعب مع فرق كبيره. يعني اول زياره كانت لتركيا ولعب مع اكبر فريقين في تركيا، فنربخشة وجلطة سراي، ودول اكبر فريقين في تركيا. كسب فنربخشة 6-2 وكسب جلطة سراي 1-0 في اسطنبول. في نفس الزياره دي لعب مع ميونخ 1860 وكسب 4-3، وتعادل مع كان في المانيا، ولعب مع حوالي سبع فرق تانية. الزياره كان فيها حوالي 10 ماتشات وكسب وخسر. لكن القصه ان الاهلي من بدري كان بيلعب مع فرق اوروبيه. لما نعدي شويه الاهلي لعب مع دوكلا براغ التشيكي هنا في القاهره، وده كان بطل الدوري التشيكي وكسب 1-0 في 59. بعدها كان الماتش الكبير مع بنفيكا بطل اوروبا لما كسب 3-2، وكان مستعين ساعتها بدوي عبد الفتاح لاعب الترسانه، وبدوي عبد الفتاح جاب جونين والشيخ طه جاب جون. الماتش ده كان تاريخي لانه انت بتلعب مع بطل اوروبا، وماتش كان كبير جدا، وتكسب 3-2. وعادل هيكل في اليوم ده عمل ماتش تاريخي، لدرجه حتى الاستاذ نجيب المسكاوي كان بيتكلم في الاهرام قبلها عن العداد اللي هيركبه عادل هيكل في الشبكه بتاعته عشان يعد الجول هتخش فيه. بتتكلم عن ده تاريخ. بعدها كان في ماتش كبير قوي مع اوديسا بطل روسيا، والاهلي كسب هنا في القاهره 3-1، وكان الاهلي مستعين بحسن الشاذلي، وحسن الشاذلي كان في الوقت ده هداف الاول في مصر. وكان في لعيب هيلعب ولكن حصل قبل الماتش ما لعبش، فلعب الناشئ ساعتها محمود الخطيب. كان في 72 الناشئ محمود الخطيب الناشئ. انت بتتكلم 72 وهو مواليد اعتقد 54، 18 سنه مش كده برضه 54، مش قادر اتذكر التاريخ بالظبط، يعني 54. وجاب الخطيب جونين والشاذلي جاب جون والاهلي كسب 3-1. هو الخطيب قبلها كان معروف، خصوصا لما الاهلي كسب الزمالك 7-1 في بطوله 18. طول ال 18 ساعتها دوري كان كسبها الاهلي، وكسب في الماتش النهائي او الاخير، ما كانش النهائي، 7-1 هو جاب هاتريك ساعتها. فكان الخطيب معروف جماهيريا، وخصوصا ان ماتشات الناشئين في الوقت ده كانت بتتلعب كلها في ملعب مختار التتش، ما كانش في مدينه نصر، وكان لسه بدري قوي على مدينه لسة. نصر، وكان الجمهور يتفرج على الكوره، لان حتى الكوره في الوقت ده كانت واقفه بسبب حرب 67، فكان بالنسبه للجمهور اي ماتش. يعني فطبعا بعدها طبعا لعبنا مع سانتوس هنا في القاهره ماتش كبير. سانتوس كان فرقه كبيره وعامل جوله في المنطقه العربيه، وكان بيغلب الخمسه والسته على طول كل الفرق اللي بيلعبها يعني. وحصل معانا احنا ايه؟ نفس الكلام. الله. وكان معانا كابتن علي ابو جريشه، من احلى ماتشات اللي لعبها في اليوم ده. بعدها الماتش التاريخي بقى للاهلي اللي هو انا بقى افتكره كويس رغم اني كنت صغير، ماتش مونشن جلادباخ 76، افتكره كويس قوي بتفاصيله. كان لعبنا الماتش ده وكان ديكوتي كان ذكي جدا، فلبس الخطيب نمره 8 لانه كان معروف، وقتها كان الخطيب خلاص بقى نجم كبير. فلبس نمره 8 وعمل ماتش تاريخي يعني، رغم ان هو ما جابش جوان، اللي جاب الاجوان انور سلامه واحمد عبد الباقي. الخطيب في الماتش ده عمل ماتش كبير جدا جدا، كان برأس اي حد. لبس نمره 8 على سبيل التمويه. تمويه يعني. اوكي. وده اتعملت بعد كده على فكره، عملها بعد كده اعتقد كالوتشي مع فرقه كانت كلها ضريبه، ولبس محمد عامر نمره 10 والخطيب لبس 12 اعتقد، وما عرفوش وبداوا يضربوا. ما كانش في كمان وسائل التواصل الاجتماعي، هم عارفين اللعيب برقم. وهو محمد عامر كان شبه الخطيب في التركيبه، مش قريب قوي يعني، وكان محمد ودرب محمد عامر والخطيب جاب اجوان يعني. فالفكره التغيير في النادي الزمالك كانت موجوده على فكره. اوكي. كانت موجوده كتير جدا. من الماتشات برده التاريخيه بعدها اوستريا فيينا في نفس الموسم 76، والخطيب جاب جونين ومصطفى عبده، كان دايما الاهلي بيلعب الماتشات دي. وبعدها بايرن ميونخ 2-1. ساوثهامبتون بقى سنه 79 دي كانت فرقه انجليزيه كبيره درجه اولى، وجت تلعب في القاهره. الماتش ده تالق فيه ناشئ جديد محمد عباس، كان لسه ظهور محمد عباس، وجاب جون من تسديده قويه جدا، وشريف عبد المنعم جاب جون، كسبنا 2-0، واتسمى ساعتها عباس بعباس الانجليزي.
خلينا نقف بعد اذنك عند التسميه دي. عباس الانجليزي. ايوه هنقف عند عباس الانجليزي. نطلع فاصل ونرجع لعباس الانجليزي. نرجع لعباس الانجليزي. اتفضل. فالماتش ده عمل اسم محمد عباس عند الجمهور. في بقى ماتش كان غريب شويه لما الاهلي لعب مع كوزموس الامريكي الولايات المتحده الامريكيه في 80. ده كان ايه غرابه الماتش ده؟ كان الوقت ده الفرق الكبيره في امريكا كانت بتاخد اللعيبه اللي يلعبوا عندها. بيكن باور، شينجاليا، كارلوس اربيرتو، فاندر اليست، سينيو البرتغالي، كان بياخدوا كل اللعيبه دي. الفرقه دي كانت تلعب في مصر. من حظ الاهلي ان الاهلي الحظ المود ان الاهلي قبلها كان خسران من الاتحاد السكندري، ما راحش 10000 متفرج الماتش ده، وكان احلى من احلى الماتشات اللي لعبها الاهلي. وكان ماتش والاهلي كسب 3، جابوا 3-2، جابهم مصطفى عبده وطاهر الشيخ ورمضان السيد. ده كان ماتش حلو جدا يعني. برضو من الماتشات اللي بعدها بسنتين الاهلي كان لعب سيرو بتاع بطل اورجواي 2-0 وجاب الاهداف فوزي سكوتي وخالد جدال. خلي بالك ممكن يقول لك هو الاهلي عمال يكسب، طبعا لا في حاجات تكسب بس يعني خسر الاهلي. بس انت بتتكلم عن الماتشات اللي انت كسبتها يعني. ما قلنا ما قلنا يعني سانتوس خسر الاهلي يعني خسر منه 5، والاهلي والزمالك خسروا 7-3 من توتنهام، والاهلي خسر برشلونه قبل كده 5-0 في الستينات. فده ده عادي مع الفرق ديت، لكن انت بتبرز اللي انت كسبته.